ما نحن مكملين بباقي فقراتنا الصباحية وحنروح هلأ للفقرة الطبية. ونحن اليوم 11 وبداية الشهر الوردي للتوعية بمرض سرطان الثدي. اليوم قد ايه التوعية مهمة بهذا المرض؟ ويمكن التوعية هي بتوفر رحلة علاج كتير شاقة إن كان على المريض وإن كان على الطبيب المعالج. اليوم نحن بنقول عن هذا المرض وتم توصيفه بشكل طبي إنه هو مرض صامت، يعني اليوم أي أنثى لتقدر تكتشف هذا المرض للأسف بيكون له أقل شيء 5 سنوات أو أكثر لحتى تبلش تحس إنه هي عندها مشكلة بالثدي. كرمال هيك هذا الشهر هو مفتوح لجميع النساء ليروحوا ويعملوا الفحص الدوري، يطمنوا على صحتهم العامة ويطمنوا حالهم إنه نحن اليوم بحالة صحية سريرية جيدة وأكيد ما يخافوا. اليوم لنحكي أكثر عن أهمية هذا الشهر وعن أهمية اليوم التوعية ضد مرض سرطان الثدي عند النساء. معلومات مهمة حتخبرنا عنها لليوم الدكتورة ريم زيتون، أخصائية توليد وأمراض نسائية وجراحة. يسعد صباحك. صباحك دكتورة، كيفك؟ هلا فيكم. هلا وسهلا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباحك. يعني بالآونة الأخيرة كثير انتشر هذا المرض وكثير انتشرت حملات التوعية وخصوصا بهذا الشهر. خلينا دكتورة بداية نعطي لمحة عن سرطان الثدي. تمام. هلا اول شيء نحن دائما هذا الشهر على كل دول العالم اسمه شهر الوردي او شهر التوعيه بسرطان الثدي. من 2006 تقريبا بلشت كافه دول العالم تعمل حملات شهر كامل على مدى هذا الشهر توعيه باهميه كشف مبكر، رفع السويه الثقافيه عند الانثى، المتابعه، سبب دعم أهمية الدعم النفسي اليوم والتوعية من قبلكم كأطباء اليوم كتير مهم اليوم بهذا الشهر. طبعا هلأ نحن بهذا الشهر نحن كلياتنا كل المجتمعات العائل، المجتمعات الأهلية، الصحة، التعليم العالي نقوم حملات توعية بكل المراكز الصحية مشان نركز على فئة محددة طبعا من الإناث ينتبهوا لأهمية هذا المرض الأكثر انتشار على مستوى العالم. مثل ما قالت هو مرض صامت فعلا للأسف اليوم يعني. تمام. لأنه ما بيكون فيه له أعراض، مجرد غير مؤلم يعني بلش بشيء غير مؤلم ما بتحس فيه المرأة إلا كان صار في صبايا عن طريق الصدفة تم اكتشافه، يعني نسبة كبيرة من راحوا ليفحصوا بشيء فخلال الفحوصات راحوا لاكتشاف هذا المرض موجود. يعني صحيح نسبة كبيرة بتجينا، بس نحن أول ما بتجينا أي مريضة بتحس بشيء ألم، كتلة، مضايقة، فورا نحن بنعمل جسدي كامل، نطلب إيكو بشكل مبدئي. الأعمار الكبيرة ممكن نلجأ للمامو. تمام. نتأكد أنه ما في خباثة لا سمح الله وبنكون هيك عملنا اللي علينا. بس أهم شيء نحن عنا بنلجأ لطريقة التوعية وخاصة بهذا الشهر، عرفتي كيف؟ والدور الأكبر بيكون طبعا لكم اليوم. نحن اليوم تشاركيا اليوم معكم مع كل الفريق الطبي والصحة اليوم بهذا الشهر. اليوم هيك بشكل علمي عرفنا بهذا المرض، يعني نحن اليوم لازم نبطن نقول هذا المرض اليوم تسميته بالمسمى الصحيح اليوم هو أول يمكن طرق العلاج. هذا أنك تواجهي خوفك اليوم دائما بتستخدموا هذا المصطلح هذاك المرض، يعني هذا حاله فوبيا. دكتورة أسباب كثير ممكن اليوم تؤدي لهذا المرض، اليوم شو علاقة الصحة النفسية بهذا المرض؟ علاقة الوراثة، طبيعة التغذية؟ هلأ عوامل خطر نحن هي منقلها، عوامل خطر مسببة لمرض سرطان الثدي. أول شيء سرطان الثدي هو عبارة عن تكاثر ورمي لخلايا بتتكاثر بشكل طبيعي، بس نتيجة للشيء ما بتتكاثر بشكل نظامي، بتتكاثر بشكل سريع جدا تؤدي لظهور هذا الورم. تظهر بداية على شكل كتلة صغيرة غير مؤلمة غير مدسوسة إلا إذا أنت كنت عم تفحصي فحص دوري. من عوامل الخطورة اللي عنا أهم شيء رقم واحد نحن بنقول العامل الوراثي أو العامل الدور العائلي. طبعا في عنا مورثات خاصة أو مورثات معروفة له لهذا المرض مثل BRCA1 و2. تمام. في عنا الوزن الزائد كمان من أهم الأسباب. الوزن الزائد من أهم الأسباب. الحمل المتأخر، سن متأخرة، سن الطمس مبكر، سن اليأس المبكر. تمام. سوابق فينا نقول مرضية سابقة بالثدي، يعني عندها قصص دائما مشاكل بالثدي أو سوابق سرطان سابق بالثدي كمان نحن هي من العامل خطورة.
طبعا النساء رقم واحد هن نقول عامل خطر هو انثى، ان تكوني انثى هو عامل خطر رقم واحد انه يصيبك سرطان الثدي، لانه نسبه اصابه الاناث بالسرطان اكثر ب 100 ضعف تقريبا من الرجال، النسبه عاليه. فينا نقول كمان البدن المفرطات، التدخين، الكحوليه، شرب كحول شده. نعم هي كلها أسباب طبعا. تمام دكتورة، بعد طبعًا ما ذكرنا الأسباب حكيتي من شوي أنه هو هذا المرض ما له أعراض، يعني هون بتكون مدى خطورته، أنه هون السيدة كيف بدها تلاحظ أو شو هي الأعراض اللي ممكن، أو سوابق ممكن، كتل ممكن، خراجات، شو اللي ممكن يظهر عليها لحتى هي تروح تفحص حالها، أو في أعراض معينة تظهر عليها؟ هلأ شوفي، هلأ مثل ما قلتي هو مرض صامت فعلا، مو شرط المريضة يظهر عليها شيء لحتى تروح تفحص، يفضل هي تفحص بشكل ذاتي كل دورة طمسية، تفحص الثدي يدوي بشكل ذاتي، في حال حست بأي عرض تراجع تاخد استشارة طبية فورا. أعراضه هو كتلة بتسوسة غير مؤلمة، طبعا حوافة غير منتظمة، هي بيفرقوا عن الأورام السليمة أو الكتل الحليب أو الكتل العنبيات الحليب السليمة، بتكون أحياناً مؤلمة، حواف ملساء، مرنة، مطاطية، يعني هداك بيكون شئز حوافه أو حوافه مسننة، يعني مبين أنه في شيء. طبعاً هنا نحن فوراً بنلجأ للإيكو الاطمئنان على سلامة الآفة، وبعدين إذا الأعمار الكبيرة بنطلب مرنان. طبعاً استقصاءات الضرورية جداً جداً، المتابعة والرعاية، يعني فوراً المريضة حست بألم بالثدي، إفرازات حليبية بالحلمة، تغير لون الثدي، تغير لون الحلمة، كبر بحجم الثدي، تجعد بالجلد تبع الثدي، هي كلها من أعراض اللي بتحس فيها المريضة ممكن أو لازم يفضل تراجع فوراً فيها الطبيب، تاخد استشارة طبية عليها بغض النظر عن الفحص الدوري للثدي. طيب دكتورة، اليوم خلينا نركز على النقطة المهمة اليوم بحديثنا، وهو التوعية والكشف المبكر. اليوم أي صبية اليوم حبت اليوم من اليوم أنها تتوجه للمراكز التي تعنى بالفحص الطبي المبكر، شو هي الإجراءات اللي عم بيتم اتخاذها ضمن المركز الصحي أو المشفى أو عند الطبيب؟ يعني هلا رقم واحد، حول تجي لعنا المريضة نعمل لها فحص ثدي يدوي، تمام، بكذا وضعية، نعمل لها جس تحت القبض كمان، فوق الترقوة، منطقة فوق الترقوة. أحيانا الكتل السرطانية ما بتتظهر بكتلة بالثدي، ممكن تحس فيها المريضة بكتلة تحت القبض، تمام، تحس عقدة تحت القبض مو شرط كتلة بالثدي، فبتراجع انه انا في شيء حاسه تحت القبض في كتله او احنا عم نحكي ملمس. اليوم ما في احساس بالالم ليكون حتى الاشاره الاولى، تمام، فاليوم الصبايا انتبهوا على هاي النقطه، يعني انه دائما احنا المشكله بنروح بهالحالات الاسعافيه. تمام، بحس بيجونا انه حاسين بكتله هون، عقده هون، او في الم كثير بصدري، ما عم بحسن نام من وجعي، هي الأعراض الأكثر شيء. أو في مفرزات الثدية كثير مهمة، وخاصة الدموية، هي الدموية الأكثر خطورة أو تعطينا إشارة كثير قوية إنه هون في شيء مو صح، يعني تمام، في إفرازات مخضرة، في إفرازات حليبية، يعني نحن بنتابعها وبندرسها وبندور على سببها ونتأكد إنه ما في شيء خطير، وهي يعني طبيعية ممكن تكون أو التهابية أو هرمونية زايدة. أهم شيء نحن بنبحث بنأكد على الإفرازات الدموية. تمام، هي الأهم. خلينا نحكي عن الفحص الذاتي وأهميته. طبعا الفحص الذاتي هو رقم واحد بطرق التشخيص بصراحة، وهذا بيعود لدرجة وعي المريضة، تمام، لهذا الموضوع أو اهتمامها بهذا الموضوع. فأنا بأكد على كل مريضة أو كل أنثى في سن النشاط التناسلي، كل دورة طمسية تقوم بفحص ذاتي للثدي أمام المرآة، توقف، تمام، وضعية الوقوف، بتدس ثلاث أصابع بشكل دائري، أربع الثدي الأربعة، هي عم بتدور أصابعها، تحس إذا في شيء لا سمح الله، وكمان تدس تحت القبض إذا في أي عقد أو كتل. هذا الفحص الذاتي الدوري هذا الضروري عنه. طبعا السرطان غير مؤلم، مو شرط أي ألم هو لا هو شيء سيء، الألم ممكن يكون سببه شيء سليم، خراج، ورم غدي ليفي،
ستريس، الستريس ممكن يساوي ألم بالثدي، اضطراب الهرموني كمان بيساوي ألم بالثدي. طيب دكتورة، اليوم بهذا الشهر نحن اليوم عم نركز على موضوع التوعية، واللي نحن بنعرف اليوم طبيا انه الحالة النفسية لمرضى السرطان كان سرطان الثدي او غيره من الانواع الاخرى هي يمكن المحور الاول اللي الطبيب بيحاول انه يحتضنه عند المريض. يعني بيقولوا اول خطة النجاح العلاجي الحالة النفسية انك اليوم تكون قوي. فاليوم نحن عم نحكي عن انثى اليوم عم تجازف او عم تخاف انه اليوم تفقد جزء من انوثتها بهذا الموضوع، فلهيك اليوم ممكن انه اليوم ما تروح على هذا الفحص، تخاف من النتيجة. اليوم قد ايه الحاله النفسيه مهمه اليوم حتى نحن نقدر نقويها حتى لو راحت وكان في حاله بالاصابه؟ هلا شوفي، الحاله النفسيه مجرد نحن عم نقوم بهي الحملات التوعيه وهي اللقاءات ونحن عم نطمنهم انه نحن نسبه الشفاء ممكن توصل ل 100%. لما انت بتكشفي المرض بكير من اوله ومن بدايته ممكن توصل نسبه الشفاء عندك ل 100%. فلذلك أنا بقول لا تخافي، دائما قومي بفحص ذاتي، شاكب أي شيء أو تراجع أقرب طبيبة أو طبيب تثقي فيه. الرعاية المستمرة الدائمة كل فترة ضرورية، تمام، لأنه نسبة الشفاء بتوصل لحد 95% ببداية الاكتشاف. بداية الاكتشاف يوم يوم توصل في تعويضات تجميلية كتير مهمة. يعني في ناس صابوا شفاء كامل الحمد لله، طبعا مع المتابعة دائما هدول بدهم يتابعوا، بس هن حصلوا على نسبة الشفاء الكامل من دون استئصال ثدي إذا تم الاكتشاف بسن مبكر أو مرحلة مبكرة للورم. تمام دكتورة، خلينا نحكي عن المامو. بالنسبة للمامو دائما في أطباء بيقولوا أنه لبعد سن الأربعين، في أطباء بيقولوا لا ما له أي علاقة، إيمتى بينصح بإجراءه؟ هلأ نحن فعلا المامو ننصح بإجراءه بعد سن الأربعين. الأعمار الصغيرة بنلجأ للفحص الذاتي، الإيكو، الوسيمات السرطانية، تمام. إذا كانت هي سليمة ما بنلجأ للمرنان أبدا أو للخزعة، بشوف بالإبرة خزعة من الورم بحد ذاته أو خزعة استئصالية للورم وبعد ثلاث دراسة، مشان ما نعرض المريضة لمرنان إلى ماموغراف لأنه نسبة عالية من الأشعة بتتعرض لها. طيب دكتورة، هيك بعناوين اليوم نختم فقرتنا فيها اليوم، وصلنا لهيك نهاية فقرتنا اليوم. عنوانين اليوم يكونوا هيك عنوان هذا الشهر من حضرتك اليوم من خلال تجربتك وخبرتك والحالات اللي مرقت خلال هاي الرحلة اليوم، شو بتقولي لك الحدا عم يشوفك لك للصبايا؟ أنا بقول لهم للصبايا بهذا الوقت صار المرض آمن، فيكي فورا تعالجي وتطيبي وتصحي منه، ما تحتاجي لأي شيء جراحي إذا تم اكتشافه بمرحلة مبكرة جدا، تمام. دائما حافظي تابعي مع طبيبك مع طبيبتك في حال شك بأي شيء، حافظي على وزن مثالي، حافظي على نمط غذائي صحي، ممارسة رياضة، حافظي على نظام رياضي كمان. يمكن هدول النصائح يوفروا هاي الرحلة الكبيرة من العذاب. شكرا لك دكتورة لحضورك، وصباحك حلو على طول، وبالصحة والسلامة لكل الصبايا اليوم. ومثل ما قلت لكم دكتورة اليوم خلوا هاي التوعية تبلش منكم من أنفسكم، وقولوا يا رب إن شاء الله ما يصير غير كل خير. شكرا كثير، شكرا لك دكتورة ولهالمعلومات اللي قدمتيها، وأكيد بنتمنى السلامة للجميع. يعطيكي ألف عافية.